بالتجهيل لزيارة مكان مميز لا يفوتكم يا أهل المدينة. ورد عن كبار التابعين قولهم: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ندخل للمعرض ليعود بنا الزمان إلى أشرف وأجل حقبة، حقبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلى أي القرون ستنقلنا؟ إلى القرن الأول، أفضل قرون قرن المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. القطعة التي كانت تستخدم في ذلك القرن، كثير من تلك القطع لا يعلمها كثير من الناس ويجهلونها، كالعنزة والحصير والدلو. هنا هذه الشاشة التفاعلية ثلاثية الأبعاد تأتيك هذه القطعة من جميع جوانبها وكأنك تلمسها بيدك. هذا عمل علمي يجسد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبر وسائل التقنية الحديثة حتى لكأنك ترى الحديقة المحمدية. وفي هذه ناخذ جولة في هذه الحديقة بضغطة زر، أو ضغطنا على نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم يأتيك من محمد بن عبد الله إلى إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الدولة المحمدية دولة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت دولة حضارية بها جميع المرافق جميع الوزارات. لو اخترنا على سبيل المثال الزينة والمكياج يأتيك أسماء الصحابيات الذين كانوا يمتهنون هذه المهنة في زمانه صلى الله عليه وسلم. وهذه الدار المضاءة، دار أبو أيوب الأنصاري مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة كأنك تراها كانت مساحة المسجد النبوي 1050 متر، فأصبحت 500,000، 500 ضعف في عهد التوسعة السعودية. إلى أين ستأخذنا؟ أخذك إلى المعلم البشرية الأول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كل الناس بوسائل تعليمية وتربوية، أكثر من 171 وسيلة تربوية تعليمية. لم يكن خطيبا فقط، وإنما كان مربيا صلى الله عليه وسلم. أكثر من 141 حق من حقوق غير المسلمين حفظها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للناس عامة. حدثوني عن الإسلام وحدثكم عن حقوق الإنسان. لا شك. والتقنية حاضرة في جميع جنبات المعرض. هذا المعرض هو للمسلمين، هذا المشروع بكل ما فيه هو وقف، هو ملك لأمة الإسلام. أن أقدم الشكر لأهلي لرابطة العالم الإسلامي ممثلة في معالي رئيسها معالي الدكتور محمد العيسى الذي هو بعد الله عز وجل السبب في شهادة المعرض المبارك. تحت هذه القبة عصارة آلاف الكتب والدراسات عن أشرف وأجل سيرة، سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، معروضة بأحدث وسائل التقنية بقالب سهل وميسر في المعرض الدولي الأول للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة. المعرض مستمر طيلة أيام شهر رمضان، ومكانه سهل جدا، على بعد خطوات من مسجد قباء وأمام مستشفى الدار.